طيب، جزء من القاعدة هي جمهور الأهلي ومطلق هذه المبادرة للم الشمل كأنها هي الحل أو لأنها هي الحل، الزميل إكرام الرديني من عجمان. مساء الخير يا أستاذ إكرام. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، مساء الخير على الكابتن عدلي، مساء الخير على فريق العمل وجمهورك الكريم. تحياتنا ليك وتحياتي الشخصية على هذه المبادرة في هذا التوقيت. تحياتي ليكم كلكم. هو ده جمهور الاهلي يا كابتن عدلي، هو ده جمهور الاهلي يا كابتن ابراهيم. دايما في الازمات بتلاقيه دايما في ظهر النادي الاهلي. انا جات لي الفكره او القصه دي من التناحر اللي موجود، اللي هو غريب علينا احنا كجمهور النادي الاهلي، اتربينا فيه على اللي احنا دايما ندعم ودايما في ظهر النادي الاهلي. اشتدت الامور كتير واختلاف في الراي، وواحد ينتصر لواحد. طبعا كلنا بنحب الاهلي وكلنا بشر ولازم نختلف، لكن الوضع كان بصراحه صعب ووضع غريب علينا. فجت الفكره وربنا وفقني. وعلى فكره القصه دي طلبوا بيها ناس ياما، بس في ناس ممكن يكون لها رصيد عند ناس فبتنجح معاها يعني. فجمهور الاهلي دايما عظيم والله يا استاذ ابراهيم. صحيح. قول لي يا كرامي، انت متابع بيقظه شديده، لاحظت انه فكره الاندساس والاختراق موجوده وليها تاثير؟ طبعا ومؤكد ومنظمه كمان، منظمه دوريه. منظمه. انا مش هقول عندي معلومات وعندي الكلام ده، لكن هي الجمهور الاهلي ما بيخرجش عن النص يعني. حتى لما بتختلف كل واحد بيحب الاهلي بطريقته، ما فيش فرض ولو صايع لحد على حد. صحيح. دايما انا عندي جمله دايما بنقولها، احنا نختلف في النادي الاهلي دون خلاف. هو ده النادي الاهلي اللي ربنا عليه. ففي اندساس على النصر بتدخل بحكم اللي هي اهلاويه وبتنتحل شخصيات وبتبدا تدس السم في العسل، وبيبدا الامور دي كلها ينطاق ليها ان جمهور النادي الاهلي اللي احنا مش متعودين على كده. احنا متعودين ان الاداره بتاخد قرارات واحنا دايما حسابنا في اخر السنه. ده اللي اتربينا عليه كجمهور وتربينا عليه لكن الشباب يمكن مندفع شويه، ما عندهمش الحكمه دي. لا، انا من حقي انتقد لاعب. طبعا من حقك تنتقد دون وصايه، ولكن دون تجريح. دي مهمه جدا، دون تجريح. هسالك في حاجه مهمه. هل انت وانت تعيش في الخارج وفي الامارات تحديدا، انت لمست ان هذا الاندساس والاختراق والخطه الممنهجه لان هم ينقضوا على الاهلي وثوابته وتواريخه وتشويه صورته، هل وصل الامر حسيت بيه عندك في مكانك؟ بص يا كابتن عدلي، بكل اريحيه، النادي الاهلي مستطف خارجيا، لا يوجد معلومه صحيحه. انا بقعد مع ناس رياضيين بحكم شغلي، كلهم عندهم الفكره ان النادي الاهلي له امتيازات عكس الواقع تماما. ويمكن انا بعاني بس وبوصل المعلومه، وغيرت رؤيه الناس في قناه عجمان، وغيرت الرؤيه اللي هي واصله بطريقه غير صحيحه بالمعلومات اللي عندنا وبالحكمه اللي عندنا وبالمنطق اللي احنا ماسكينه يعني. احنا بتلاقي قضايا ياما منتشره بحكم الصوت العالي، هم بيختطفوها هنا والاعلام واصل لهنا. احنا ما عندناش الكوادر الكتير المنتشره، لانك دايما عندك مبدا، واللي عنده قيم ومبدا بيبقى صوتهم واطي شويه وهادي شويه، يعني بيعتمد ان شغله يرد بالنيابه عنه، لكن ده في كل الاحوال في الوقت اللي احنا فيه ده مش كفايه. قوه الاعلام واضح انها مش كفايه، وان لابد هذه التنظيمات تقابل بحد زي حضرتك، بس يكون عنده معلومات ويكون في اليه لوصول هذه المعلومات لاكبر قدر من الوسائل الاعلام خارج مصر. انا اتمنى كابتن عدلي، لان الوضع فعلا، انا مش عايز نقول لك الوضع خطير جدا على الادعاءات على النادي الاهلي، ومفيش حد بيدافع عن النادي الاهلي غير ابنائه اللي هم اللي موجودين، حتى بيدافعوا بهدوء. الناس دلوقتي بتتجه يعني للبروباجندا الكبيره، ما بيتابعوش في الفيديو هادي،
فيديو لصالح العمل الاعلامي الصحيح حتى ينوه على الناس. الشباب زي ما انت شايف على السوشيال ميديا فكره مش منظم شويه، فبيجي يسمع حاجه هم كسروها، يعني هم نجحوا اللي هم يكسروا فيها شويه. احنا عندنا اساس، عندنا ثوابت، عندنا موروثات، الحاجات دي احنا عشناها في مواقفنا التاريخيه كلها، فصعب تنكسر عند الجيل بتاعنا او اللي اكبر منه شويه. لكن الشباب بدات دلوقتي يكسروا اللي هي الناس اللي عندنا اللي هي عندها قياده وعندها اخلاق وعندها شرف في العمل، بداوا يكسروهم وبداوا بطريقه منظمه كابتن عدلي، وانا بحط تحت كلمه طريقه منظمه دي مليون خط عشان خاطر الموضوع. انا عندي معلومات ممنهجه، ممنهجه ممنهجه اللي فيه روابط حقيقيه، حتى لو هم مختلفين، انا بتكلم على الناس الثانيه مختلفين بيتتابعوا مع على سكرين شوت معين وبيبدا يبثوا في جميع المواقع اللي هم مسيطرين عليها، وبتعمل خلل عندنا كشباب، عندنا في كشباب جمهوري الاهلي بيعمل خلل وبيأثر عليهم، بالاضافه اللي هم عندهم يعني احترافيه كامله في اللي هم يعملوا اكونتات غير صحيحه ويندسوا بين جمهورنا ويبداوا يهزوا ثقتهم في لعيبتنا واجهزتنا. احنا من امتى بنختلف ان احنا ننقد لعيب بطريقه فجه شويه؟ ما بيحصلش. ان احنا ننقد مجلس الاداره عمرنا، احنا طول عمرنا كشف الحساب في اخر السنه. ومش معنى كده ان انا ما ننتقدش، لا. وده برضو ليه حاجه نقطه في غايه الاهميه كابتن عدلي، غياب الجمهور عن المدرجات. فالناس مع الامور اللي احنا بنشوفها في اخر سنتين تحكيميه وخلافه بتلاقي فيه ظلم واضطهاد، فالتعصب بقى بيزيد، فالحكمه ما بقتش موجوده، كل دي حاجات بتؤدي اللي احنا شايفينه. فكانت المبادره، المبادره اللي دايما جمهور الاهلي بيظهر في وقت الشده، ظهر قبل كده في مواقف كتير واخرهم 2019. لكن اتمنى ان احنا النهارده عاملين حاجة كويسة، النهاردة إن شاء الله نعمل نختلف دون خلاف زي ما عودنا النادي الأهلي. يعني أو أنا هزود حتة، نرجئ آرائنا والانتصار لرأينا مؤقتا حتى ما نشوش ونضغط على اتخاذ القرار وقبوله، لأن أنت يعني مثلا يبتدي إيه يقول لك مدربين ويروح جايب لك أسماء مدربين مستحيل هيجوا مصر، عشان لما تفشل العمليه يقول لك شفتوا بقى فشلت العمليه، هي اصلا ما فشلتش لانها لم تبدا، ما هماش دول المطروحين. يجيب لك اسم لعيب عارف انه مش يعني هناخش انا الاستاذ ابراهيم بعض التفاصيل، وانا متاكد ان حضرتك سوف تتابع، وان الامر ده عايز مزيد من المتابعه والتنسيق علشان يؤتي ثماره، وربنا يكتر من امثال النموذج بتاع حضرتك عشان نقدر نتواصل. أنا حاسس كمان إن في بدأت الحقيقة تظهر بعض الشيء أمام الإعلام الخليجي، وإنه كثيرا منهم غير رأيه وغير مواقفه بناء على ما توصل إليه من حقائق وضعت أمامه، ولكن الجهد مش كافي. بالظبط كده كابتن عدلي، وأنا ليا رسالة لجمهورنا باختصار عشان ما أطولش على حضراتكم. احنا مدينين كلنا النادي الاهلي، مجلس الاداره مدين للنادي الاهلي ولاعيبته واجهزته بشهرتهم وكل وخلافه، اما الجمهور اللي انا معتز ان انا نكون منهم، انا مدينين بالنادي الاهلي بفرحتنا، فلازم نحافظ على الفرحه دي اللي هو بيرسمها على وشوشنا، ويحافظ على الابتسامه اللي هي بتدينا الحياه وسط صعوبات الحياه دي كلها. النادي الاهلي ده فرحتنا، فخافوا عليه ومش عايز الناس اللي هي بالدعم تتوارى، ما تخافوش، قولوا كلمة الحق وشدوا معاكم الجمهور، الشباب محتاجكم في الفترة دي، وشاكر ليكم جدا يا كابتن. قول لي أخيرا، حجم الاستجابة من قبل الصفحات والجروبات الأهلاوية وكل الوسائط المختلفة، حجم الاستجابة للمبادرة إيه؟ العادة 100%، ككل أزمة شديدة بتمر بالنادي الأهلي بتلاقي جمهوره في ظهره، الكل مشارك يا كابتن إبراهيم. النهارده عاملين حتى روم كلنا فيه، واعلاميين حتى مشاركين فيه، الناس بتتسابق عشان خاطر النادي الاهلي، لانه محصن النادي الاهلي في قطر، كلنا في ظهر النادي الاهلي، وما تخافش على الاهلي خالص كابتن عادل، زي ما حضرتك بتقولنا وزي ما الاستاذ ابراهيم دايما الاهلي زين النوادي.
دي مبادرة هايلة بنحييك عليها أستاذ إكرامي، وكل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا. الله يخليك يا أستاذ. شكرا. متشكر جدا على المداخلة. شكرا جزيلا للزميل الأستاذ إكرامي الرديني. أستاذ إبراهيم. من عجمان. أعتقد مبادرة دائماً مهمة. دائما هناك ضوء في آخر نفق، وهناك فائدة من أي إخفاق، وهناك مصلحة من في أي تهديد. يعني كلما كبر حجم التهديد الذي يناله النادي الأهلي، كلما استرد الأهلي هويته في علاقاته مع بعضه ومع جماهيره. أنا شايف دلوقتي إن في لحمة بدأت تظهر بقوة جدا، وإن جماهير تنبهت، وإن جماهير الحقيقة إحنا إذا كنا بنساعد ببعض الكلام، لكن مؤكد الجمهور هنا سابقنا في الحته دي. صحيح. استاذ ابراهيم. صحيح. انا لامس حجم الالتفاف وحجم الدعوه للالتفاف حول النادي الاهلي، والتنبه الى ما يحاك للنادي الاهلي، فرب ضاره نافعه، وعلى ان نعود منها اقوى مما كنا. وحدتنا قوتنا في ايه يا استاذ ابراهيم؟ في وحدتنا.